طاردة بين الاتحاد والنصر، حكاية تحدي وإثبات ذات وانتصار مدرج. ليلة مليئة بالتحديات تماما في هذه الأمسية، في هذه المباراة، في هذا الملعب، في هذه الملحمة، مثل أجواء النهائيات. كل شيء يدعونا للاستمتاع مع حضراتكم في قمة الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، دوري روشن السعودي، بعد أن وصلنا وقت التي حكمها في مشوارها الكروي، آخرها كان في كأس العالم في مباراة لكم وقدراتكم لاعبي الفريقين. كورنادو، الضربة الأولى لكن انصدمت في المار. أول فرصة، أول ضربة، لا إله، قضية العمري بالخطاب، الركب، تسديدة قوية، لكن نتائج كبيرة بين الفريقين. غداب يحاول أن يقوم، غريب على تنفيذ ركنية نصراوية، عرضية بالرأس، دخول داخل منطقة الجزاء لرما وتسديدة، لكن بعد يتدخل، يا الله، ولع الملعب، ولع. كورنادو يلعب الكرة العرضية خطيرة للقائم الثاني، محاولة تسديد كرة مران أمامية، حلوة 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 حلوة، جانبي رونالدو، وين طارق؟ لقد راح أدراج الري، صفر مقابل صفر، كرة عرضية من جانبي غريب داخل المنطقة، لكن الكان دائما ما يكون خطير. حمد الله حمد الله حمد الله، حطها لكنها بعيدة، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى، خطير جدا عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله. كونان يلعب بينية حلوة خطيرة لغريب، وغريب الميل، لكن التمريرة تأخر، تأخرت، والتغطية رائعة في اللحظة. روما 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 بتمرير ذكية إلى البيشي، يحاول يمر لكن تغطية وتدخل، وبعد ذلك استمرار اللعب، لا شيء في اللقطة الماضية، اللعب يستمر، وبعد ذلك من المباريات اللي الكبيرة اللي جمعت بين الفريق، وعودة إلى أمام السعود، عرضية داخل منطقة خطيرة، وبعد ذلك الكرة إلى ضربة مرمى، خطيرة اللقطة الماضية، خطيرة اللقطة الماضية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. المرات القليلة اللي الاتحاديين قريبين جدا من مرمى النصر، شوف تدخل إلى حمد الله خطيرة، لكنها إبعاد من جانب المارو، خطأ لمصعة جونزاليس، شوف دور المارو جونزاليس، ألم يكن النصر يفتقد لاعب بهذه، غريب يحاول يمر، غريب يمر، وتسديدة وكرة وفرصة، يا إلهي، أخيرا من جانب حكم اللقاء، بدأ أنه فيها شك على رونالدو في الأصل. عودة لكورنادو، كورنادو عرضية خطيرة، لك تمريرة خطيرة إلى إيغور، كورنادو تسديدة، لكنها تمر على يمين نواف العقيدي. المرات القليلة نشوف فيها كورنادو أو لاعب اتحادي يسعى للتسديد من خارج منطقة الجزاء. مباراة كرة طويلة، العقيدي خارج من مرمى، الغنام يحاول أن يمر أمام بام السعود، يحافظ ريب، خطيرة على مرمى قرويب، عرضية خطيرة، لكن الحارس الأمين يتدخل بشكل رائع في اللقطة الماضية. قروي أمام الروس، يا غريب، ضاعت من غريب، مد الله بكرة عرضية خطيرة، تمريرة ذكية خطيرة على اليسار، وكرة اتحادية، المارو يتدخل، المارو في اللحظة الأخيرة، واحد من رجولها من رجالي هذه عبد العزيز البكر، بعد فاصل قصير. زامل الصليهم في وسط الميدان بدون تغيير على مستوى الخبرة عند اللاعبين، مد الله بكرة عرضية، لمسة من جانب طارق حامد، محاولة إلى رومارينيو، روما مر أمام خطأ ليحتسب حكم المباراة مصاعتي، رومارينيو البيش على الأرض بالسلامة إن شاء الله. مصاعتي الاتحاد طويلة من جانب إيغور أمامية، العقرب رومارينيو، روما أمام تغطية وتدخل في القمة، ننتظر الهدف الأول، كورنادو بعرضية، وبعد ذلك عادت لمد الله طويلة للأمام باتجاه رومارينيو، إيغور كورنادو بكرة عرضية خطيرة بالرأس، يا إلهي، لقطة في منتهى الخطورة، حلوة 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 حلوة، لكنها لم تكتمل، لكن اللوحة، الكرة كانت خارج الخشبات الثلاث لكن كانت في منتهى الخطورة. استطاع الغنام فرصة، صاروخ ماديرا، كريستيانو تسديدة بعيدة جدا بعيدة جدا على مرمى مارسيلو، يحاول بحث عن حلول، الكرة باتجاه سلايم، تسديدة عبد الله، بكرة وكرة وتسديدة، يا إلهي، المارو يا جماعة، المارو
المارو يا جماعة المارو جوندال غارسيا لاعب الشاب قبل بل يعود لقائمة الاتحاد في طريق إيغور كورنادو عرضية صعبة التمريرة بعيد عن الكرة ومحاولة اختراق الدفاع وتغطية في اللحظة الأخيرة من الدفاع النصراوي بقوة أكبر الكرة العرضية خطيرة بالرأس يا إلهي مش ممكن اللقطة الله على أيدي روما كرة العالم شوف العبود شوف العبود على جهة اليمين إلى غنام سلطان بكرة عرضية فرحل بكرة عرضية نحو القائم الثاني خطيرة وكرة لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة أمام السعود مرة ثانية أمام السعود خطأ عليه في هذه اللحظة الكروية الكبيرة اللي لم تكن ممتعة على مستوى الجانب العدد الأكبر بطبيعة الريان على الجهات اليمنى لا زالت للعبود بينية لكن ذكية من جانب غريب للغنام بكرة عرضية لكن برونو إنريكي في التغطية في اللحظة الأخيرة الحكم أشار إلى وجود تسلل في هذه اللقطة على سلطان الانتظار العبود بكرة عرضية بالرأس خطيرة لكنها تمر إلى ركنية منها للعميد في هذه الأثناء بكرة عرضية داخل منطقة حجازي بالرأس لكن كرة جاءت بعيدة بعيدة كرة حجازي في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى عند نواف العقيدي عبد المجيد سيترك مكانه لعلي الحسن وغير عنده مساحة وكرة تمرير المين يا إلهي مش ممكن اللقطة الأخيرة حافظ على كورته حلوة باتجاه رومارينيو مر وكرة جديد روما وشباك النصر روما ومباريات النصر الهدف الأول في القمة روما 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 لقد خطفها على هذه الجولة والمحاولة النصراوية لكنها سهلة بيد جروب الاتحاد سيتراجع للخلف العبود يخطف كورة ويكسب خطأ على كولان خطأ على كولان لمسعة اليسار حمد الله بتبويه حمد الله مر ولا شيء في قرار الحكم لاوس قبل الجمهور في الملعب ولا زال عندنا قدرة على الرد لكن حجة الكبير وداخله كورنادو المين كورنادو المين الدفاع تدخل